ما تم التصرف بسلطة الأنبار وبأموال الأنبار، لا يرضخ للتعليمات ولا رضوخ لقوانين ولا رضوخ. بذلك كانت المادة بدل ما تستغل نهائيا لإعمار المحافظة، أكو قسم كثير منها راح لكسب ولاءات، وهذه معروفة بالانتخابات وغير الانتخابات. لذلك لا تستغرب أن الانتخابات تظهر بالنتيجة اللي شفتها لشيء. لكن هذا هل يستمر؟ هذا هل يتم قبوله؟ هذا هل يساهم في بناء العراق؟ هل هي لبنة صحيحة في بناء الدولة؟